لطلب كتاب اختبار الجنسية الأمريكية مع LCD من الأكاديمية الأمريكية العربية يمكنكم الاتصال على رقم 949-516-1100 أو الذهاب إلى الموقع www.taa-a.com، الرابط في الوصف أيضا. الكتاب سعره $29 فقط، وأحصل على CD القرص مجانا. أعزائنا متابعي قناة الأكاديمية الأمريكية العربية، أهلا وسهلا بكم، معكم الدكتور عبد الله السراي. بهذا الفيديو القصير حبيت أن أعطيكم مجموعة من الأسئلة المهمة اللي هي جمعناها من الطلاب الذين أدوا امتحاناتهم في الفترة الأخيرة. طبعا هذه الأسئلة أسئلة جدا مهمة وممكن البعض ما مركز عليها، فحاولنا أن نسلط الضوء عليها حتى تكون عندك فكرة عن هذه الأسئلة لأنها أسئلة متكررة وأيضا أسئلة جدا مهمة في الامتحان. إن أكيد البعض قد ركز على بعض الأسئلة من خلال مشاهدة قنوات اليوتيوب ودراسة في عدة مصادر، أو ربما قد لم تكن عنده الفرصة الكافية للاطلاع على هذه الأسئلة، أو ربما لم يتم التطرق إلى هذه الأسئلة، فحبينا أن نكون في هذا الفيديو أن نعطيك فكرة سريعة عنها حتى تكون جاهز للامتحان، وطبعاً بالتأكيد نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. قبل أن نبدأ بهذه الأسئلة، كما تعرفون أنه الأكاديمية الأمريكية العربية وقناة الأكاديمية الأمريكية العربية تقدم مجموعة متنوعة من المواضيع فيما يخص دراسة اللغة الإنجليزية، وأيضا تعلم اللغة العربية للأطفال، وأيضا يوجد في مكتبة الأكاديمية مجموعة من الكتب المتنوعة، منها كتاب اختبار الجنسية الأمريكية مع LCD أيضا، وأيضا كتب أخرى خاصة في تعلم اللغة الإنجليزية اللي خاصة في العربي، يعني في هذه الكتب الموجودة أيضا عندنا في الأكاديمية في مكتبة الأكاديمية. طبعا أكيد للتواصل مع الأكاديمية وطلب هذه الكتب يمكنكم أما التواصل عن طريق الهاتف أو إرسال بريد إلكتروني، وكاد الأكاديمية يتواصلون وياكم ومساعدتكم كل اللي تحتاجون. طبعا إذا كنت جديد على قناة الأكاديمية الأمريكية العربية، لا تنسى الاشتراك بقناتنا من خلال سبسكرايب، وأيضا تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار كل الفيديوهات اللي نخليها على قناتنا وتستفيد منها، ونحاول إن شاء الله نضع فيديوهات جديدة ليس فقط خاصة بامتحان الجنسية الأمريكية وإنما في مواضيع أخرى تستفيدون منها في حياتكم هنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. خلونا نبدأ بهذه الأسئلة المهمة حتى ما نطول عليكم، وقبل لا نبدأ بهذا الفيديو حاول تحضر نفسك أنه يكون عندك على الأقل ورقة وقلم، تسجل معلومات ملاحظات عامة، أيضا حاول أن تكتب في التعليقات إذا كان عندك أي سؤال أو أي استفسار خاص بهذه الأسئلة أو أسئلة امتحان الجنسية الأمريكية. خلونا نبدأ بالسؤال الأول من هذه المجموعة من الأسئلة التي جمعتها لكم اللي هي خاصة بالامتحان. طبعا بهذه الأسئلة ربما البعض قد مركز على الابليكيشن، والبعض ربما حفظ الأسئلة والأجوبة بدون فهم المعنى، وهذه الطريقة خاطئة جدا. يعني أنا دائما لاحظت في فيديوهاتنا على قناة الأكاديمية الأمريكية العربية أؤكد على نقطة أن يجب عليك أن تفهم السؤال قبل الإجابة ولا تستعجل في الإجابة، يعني عليك أن تفهم السؤال أولا، هذا سيساعدك في الإجابة والنجاح في الامتحان. البعض ممكن يركز بالأبليكيشن يقول عندما تسمع كلمة have you ever رأسا أجب بكلمة no، وهذا شيء خاطئ. يجب عليك أن تفهم السؤال لأن الضابط في بعض الأحيان قد يغير من السؤال بأسلوبه الخاص، يعني يكون نفس السؤال لكن بكلمات أخرى وبأسلوب مغاير حتى يشككك في الموضوع وتكون مغالط، يعني بحيث يحاول أن يعطيك بفكرة، لأن بعض الضباط يحاولون أن يسألوك السؤال بطريقة مغايرة لكي يحاول أن يرى إذا كنت تجيد اللغة الإنجليزية أو إذا كنت تفهم السؤال. خلنا نشوف هذا السؤال مثلا، Why do you want to become a US citizen؟ يعني ما هو السبب اللي يعني لماذا أنت تريد أن تصبح مواطن أمريكي؟ يعني شو حيكون ردك؟ خليك أنت من مكانك وحاول تكتب بالتعليقات أنت برأيك، يعني أنت عندك امتحان
وبيوم الامتحان الضابط يسألك Why do you want to become a US citizen؟ يعني ليش؟ لماذا أنت تريد أن تصبح مواطن أمريكي؟ يعني عندك في هدف في بالك هدف معين، إنه طبعاً كل شخص تختلف الإجابة من شخص الآخر حسب هو الجواب، لكن إحنا نحاول نعطيك جواب سهل ممكن أنت تحفظه حسب ما أنت تريد، وممكن تجاوب الضابط لأن الجواب يكون صحيح. مثلا تقول because I want to vote، because I want to vote، أو ممكن تقول مثلا وترد على الضابط because I love the freedom or I love the right and the freedom، because I love the right and the freedom، يعني أنت تحب الحقوق والحريات وأيضا تريد أن تصوت يعني سواء كانت في انتخابات محلية أو فدرالية. طبعا هذا سؤال جدا مهم عليك التركيز عليه، وتم سأل هذا السؤال لأكثر من شخص. السؤال الآخر أيضا What is the form of government of the United States؟ What is the form of government of the United States؟ يعني هنا يسألك الضابط عن شكل الحكومة، يتأكد إذا أنت فاهم سياسة الحكومة وشون تشكيل الحكومة. طبعا الجواب هو Republic. Republic. البعض الآخر يقول لماذا Republic؟ لماذا لا أقول Democratic؟ لا، هذا شيء مختلف، هذا مغاير. طبعا يوجد حزبين رئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الحزب الديمقراطي والحزب السياسي، لكن شكل الحكومة هذا سؤال يختلف عن أنواع الأحزاب الموجودة في البلاد. شكل الحكومة هو حكومة جمهورية ديمقراطية، ممكن تقول Republic. Republic يعني مو Republican. Republican هذا الحزب الجمهوري، لكن الريبوبليك هذا هو شكل الحكومة اللي هو حكومة جمهورية، يعني ليست مملكة. يجب عليك الانتباه إلى هذا السؤال What is the form of government؟ الجواب تقول الريبوبليك. تمام؟ السؤال الآخر اللي هو Have you been living with your spouse for the past three years؟ يعني شنو هذا السؤال؟ يعني هل أنت كنت عايش مع زوجتك أو الزوج في السنوات الثلاثة الأخيرة؟ يعني هذا سؤال خاص بالأشخاص اللي قدمين على الجنسية عن طريق الزوج أو الزوجة، يعني يتأكد الضابط إذا أنت كنت عايش مع الزوج أو الزوجة خلال السنوات الثلاثة الماضية، يعني ليس هذا زواج بطريق مصلحة أو غير شيء آخر، فلذلك يريد يتأكد من هذا الشيء. طبعاً إذا أنت حتجاوبه بياس بنعم، احتمال حيكون عندك مستمسكات أوراق، قد تكون هذه الأوراق مثلاً مورجج، مثل عقد شراء بيت، مثلاً أوراق بنك، مثلاً أوراق تأمين انشورنس، فأي شيء من هذه المعلومات الأوراق حاول أن تكون عندك وياك بيوم الامتحان حتى تساعدك وما تتردد عندما يطلب الضابط من عندك هذه الأوراق. فهذا السؤال هو خاص بالأشخاص اللي هم مقدمين على الجنسية الأمريكية من خلال الزوج أو الزوجة. ممكن يسألك مرة أخرى Have you been living with your spouse for the past three years؟ فأنت حتجاوبه بنعم، وإذا طلب من عندك أوراق ممكن تثبت له مثلاً عقد زواج، عقد شراء بيت، عقد شراء سيارة، فواتير، تأمين، اسمكم موجود على هذه الأوراق مع بعض. تمام؟ السؤال الآخر قد يسألك الضابط في هذا السؤال هو How many children do you have؟ How many children do you have؟ طبعاً إذا أنت متزوج وعندك أطفال، وطبعاً بالتأكيد إذا أنت عندك أطفال حيحددونها بالأبليكيشن، فحيسألك هذا السؤال أيضاً خاص بالأشخاص اللي هم متزوجين وعندهم أطفال، أما الأشخاص اللي غير متزوجين ما عندهم أطفال ما راح يسألهم الضابط هذا السؤال. طبعاً حتقول له عدد الأفراد، مثلاً تقول له ثلاثة أطفال، طفلين، طفل واحد، وبالتأكيد حيطلب منك تفاصيل الطفل، الاسم الأول، الاسم الأخير، المواليد، السكن، وهكذا من هذه الأسئلة المتعلقة بالأطفال. لكن يجب عليك التركيز على هذه النقطة المهمة اللي هي مدى علاقة الطفل بحضرتك. يعني مثلا السؤال اللي هو What's your children's relationship to you؟ What is your children's relationship to you؟ وهذا السؤال أيضا موجود في الابليكيشن، لو تلاحظون بعد كل نقطة خاصة بالطفل تفاصيل الطفل أكو سؤال اللي هو What's your children's relationship to you؟ يعني بما معناه هل هذا الطفل هو من صلبك ابنك، يعني نفس الأب نفس الأم، أو هذا الطفل هو بالتبني، أو هذا الطفل ابن الزوج أو ابن الزوجة. طبعا إذا كان الطفل هو من نفس الأب نفس الأم يعني من صلبك، يعني ممكن يكون الرد biological child، biological child. وإذا كان ابن الزوجة وابن الزوجة ممكن تقول step child،
وإذا كان طفل هو بالتبني ممكن تقول adopted child، ترد على adult. حاول التركيز على هذه النقطة اللي جدا مهمة. What's your children's relationship to you؟ الجواب تقول له biological child إذا كان من صلبك من نفس الأب ونفس الأم، تقول له step child إذا هو من ابن الزوجة وابن الزوجة، أو تقول adopted child إذا كان طفل بالتبني. السؤال الآخر أيضا وهو سؤال جدا مهم اللي هو did you register in any of the US presidential election in the last five years؟ شوف أنت لو تلاحظ بالأبليكيشن السؤال الثاني والسؤال الثالث يسألك have you ever registered، have you ever voted، يعني يسألك هل أنت سجلت في الانتخابات، هل أنت صوتت في الانتخابات. طبعا حترد عليه بلا، لأن أنت ما مسموح لك تصوت في الانتخابات ولا مسموح لك تسجل في الانتخابات، لأن أنت بعدك غير مواطن أمريكي. عندما تصبح مواطن أمريكي يحق لك التصويت والتسجيل في الانتخابات. لكن هذا السؤال الضابط حاول أن يغير أسلوب السؤال حتى يشوف أنه أنت إذا كنت فاهم السؤال أو لا، أو إذا كنت تجيد اللغة الإنجليزية أو لا. انتبه إلى هذا السؤال مرة أخرى. Did you register in any of the US presidential election in the last five years؟ يعني هل أنت سجلت في أي انتخابات رئاسية في الآخر سنوات الخمس الماضية؟ طبعا حيكون الجواب هو no. إذا سألك الضابط why، حتسأله because I'm not a US citizen yet، لأن أنا غير مواطن. انتبه إلى هذا السؤال، يعني بعض الأحيان بعض الطلاب وبعض الممتحنين يركز على application have you ever، have you ever، have you، بدون أن يفهم معنى السؤال، وبالتالي يخطأ في الإجابة، وبالتالي يؤدي إلى الرسوب وعدم النجاح في الجنسية الأمريكية. ونحن لا نريد هذا. كما قلت لكم وأكررها مرة أخرى، يجب عليك أن تنتبه إلى السؤال وأن لا تستعجل في الإجابة، وأن تفهم السؤال بعدها ترد على الضابط بالإجابة الصحيحة. طيب السؤال الآخر اللي هو Do you pay your taxes؟ هل تدفع ضرائبك؟ Do you pay your taxes؟ هل أنت تدفع الضرائب؟ طبعاً تعرفون إنه الضرائب هو شيء أساسي، المفروض كل شخص أن يعمل الضرائب في نهاية كل سنة، يقدم الضرائب. بعض الأشخاص ممكن يقول أنا ما عندي عمل، ما عندي income، فما عملت أوراق الضرائب. ما في مشكلة، يعني لا تجد هناك أي مشكلة في هذا الموضوع. إنه إذا أنت كتبت yes أو اخترت الإجابة yes، يعني do you pay your taxes yes، خلاص. إذا do you pay your taxes no، إذا كانت الإجابة لا، فالضابط يريد أن يفهم من عندك التفاصيل، لماذا أنت لم تدفع الضرائب. يجب أن ترد على الضرائب because I have no income، I have no income، يعني أنا ما عندي income، فهذا هو السبب. يعني I have no job، I have no income، يعني ما كان عندك income فلذلك ما دفعت الضرائب. بعض الأشخاص مثلا أن الزوج يعمل والزوجة لا تعمل، أو مثلا الزوجة تعمل أو الزوج لا يعمل، فيفضل في هذه الحالة عندما يعملون أوراق الضرائب يعملون الجوينت، يعني file our taxes joint، يعني الجوينت يعني الزوج يكون ضمن الزوجة والزوجة ضمن الزوج نفس الأوراق، وبالتالي يعتبر بأنه يدفع الضرائب. فيجب عليك التركيز على موضوع الضرائب لأنه جدا مهم، وأيضا تطرقنا في فيديو خاص عن الضرائب على قناة الأكاديمية الأمريكية العربية. السؤال الآخر أيضا الخاص بالضرائب ممكن يسألك أيضا اللي هو do you owe any taxes، يعني هل عليك أي ديون من قبل دائرة الضرائب. فأنت إذا كانت عليك ديون وهذه الديون غير مسددة، فيجب عليك أن تحاول تزيد هذه الديون قبل موعد الامتحان. إذا ما كان عندك الدخل الكافي أن تدفع ديون الضرائب، فممكن أنت تسوي installment، يعني payment plans مع دائرة الضرائب، ويكون عندك ورقة تكون معك اليوم الامتحان حتى الضابط يعرف أنه أنت تدفع الضرائب، وأيضا عندك ورقة من دائرة الضرائب لأنك تسدد الديون العالية اللي خاصة بموضوع الضرائب. تمام. السؤال الآخر اللي هو أيضا جدا مهم هنا اللي هو، طبعا خلي في بالك قبل أن أبدأ بهذا السؤال أنه موضوع الضرائب هو أيضا من ضمن جزء الابليكيشن، الجزء يعني application 400 جزء 12، يعني ال have you ever اللي بعض الأشخاص يسموها have you ever، جزء ال have you ever yes no questions. فانتبه إلى هذا الجزء. السؤال الآخر can you show me your tax transcript،
يعني إذا أنت كنت تدفع ضرائب وإذا كنت أو عليك ديون من الضرائب، حاول إنه من الشخص اللي يعمل لك الضرائب، المحاسب القانوني أو الشخص اللي عمل لك الضرائب، مثلا إذا أنت ما عندك المعرفة شلون تحصل على أوراق ضريبية من خلال حسابك الخاص والدخول على الموقع الإلكتروني وتسوي تنزيل الأوراق الضريبية الخاصة بحضرتك، ممكن تسأل المحاسب اللي عمل لك الأوراق الضريبية وهو حيجهز لك كل الأوراق اللي أنت تطلبها من عنده بحيث تأخذها معك بيوم الامتحان. السؤال الآخر اللي هو جدا مهم اللي هو Do you believe in religious freedom? Do you believe in religious freedom? مثل ما تعرفون هنا في أمريكا حرية التعبير، حرية الكلام، حرية الدين أيضا. فهنا السؤال Do you believe in religious freedom? طبعا هذا السؤال هو خاص بأحد الأسئلة الموجودة في الابليكيشن، أيضا اللي هو خاص بالسؤال الـ 14. طبعا حيكون جوابك Yes, I believe in religious freedom، يعني أنت نعم تؤمن بحرية الدين. أو إذا سألك Do you believe in freedom of speech، حرية التعبير، طبعا تقول نعم I believe in the freedom of speech، يعني سواء كان religious freedom أو freedom of religion، يعني حقوق أي هذه الأشياء. Do you believe in that، هل تؤمن بهذا الشيء؟ طبعا يجب أن يكون الرد عليه بنعم. انتبه إلى هذه النقطة أيضا. السؤال الآخر وهو سؤال جدا مهم أيضا اللي هو Have you ever been arrested, cited or detained by any law enforcement officer for any reason؟ يعني هل سبق لك أن تم احتجازك، اعتقالك، تغريمك اللي من قبل أحد الضباط لأي سبب كان؟ طبعا إذا لم يحصل هذا الشيء يكون الجواب No. لكن إذا حصلت مثلا على traffic ticket، وهذا الترافيك تيكت تعتبر سايتيشن، غرامة، وتحدثنا عن هذا الموضوع بأحد الفيديوهات على قناتنا، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو. طبعا إذا كان عندك الترافيك تيكت طبعا تعتبر سايتيشن، يكون إجابة هنا نعم يس. وحيسألك الضابط شنو نوع السايتيشن، قل له مثلا سبيد تيكت، هاي التيكت أنا دفعتها سددتها أو ممكن كان غير مقصودة، وهكذا حتى يعرف الضابط شنو السبب، شنو اللي صار وشنو النتائج وكيف انتهت. فيجب عليك التركيز على هذه الأشياء. بعض الأشخاص ممكن يقول No، مع العلم هو عنده speed ticket، عنده أكثر من ticket، لكن ربما هذا قد تؤثر عليه أثناء المقابلة. يجب عليك التأكد من المحامي أو الشخص القانوني الذي عمل لك الابليكيشن N400 لكي تكون إجاباتك متطابقة مع الأسئلة الموجودة ومع الإجابات الموجودة التي تم إرسالها إلى مكتب الهجرة. السؤال الآخر هنا Have you ever been alcoholic؟ يعني المدمن، مدمن على شرب الكحول. طبعا هذا هو يكون تابع إلى سؤال رقم 30 جزء A من الابليكيشن. الموجود في الابليكيشن هو habitual drunkard اللي هو مدمن على الكحول. طبعا إذا شخص يريد يعرف أن هذا الشخص يعني تاريخه كيف كان، طبعا يجب عليك أن تتذكر إجاباتك وحسب إجاباتك الموجودة في الابليكيشن واللي هي No. Do you practice polygamy? Polygamy هي تعدد الزوجات، وهذا طبعا أيضا تابع لسؤال 30 فرع D. سؤال يعني مهم، تعدد الزوجات يعتبر شيء غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا السؤال يجب عليك الانتباه إله. إذا سألك الضابط مثل Do you know what does polygamy mean؟ ممكن تقول له يعني being married to more than one person، يعني أنك متزوج لأكثر من شخص، يعني being married to more than one person. إذا سألك what does polygamy mean؟ ترد عليه بهذا الشيء، فأنت طبعا إجابة لهذا السؤال Do you practice polygamy؟ قل له No، يعني أنت لا تمارس هذا الشيء، يعني تعدد الزوجات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وشيء غير مقبول. طبعا هذه كانت مجموعة من الأسئلة المهمة اللي جمعناها من الأشخاص، وأيضا لاحظنا أيضا هي جدا مهمة. مثل ما تلاحظون هي سألت عن الاعتقال، عن الضرائب، عن الاشتراك بالتصويت وغيرها من الأشياء الأساسية في الامتحان اللي يطلب من كل شخص يقدم على الجنسية الأمريكية يكون فاهم هذه الأسئلة وكيفية الإجابة عليها، بحيث إنه الشخص يبين مدى ولاءه للولايات المتحدة الأمريكية
من خلال انه دفع الاضرار، من خلال احترامه للقوانين، من خلال احترامه للحقوق والحريات الموجوده داخل هذا البلد. طبعا نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار يمكنكم كتابه في التعليقات، وان شاء الله نحاول نرد على اسئلتكم واستفساراتكم. ايضا نحاول ان نعطيكم فيديوهات جديده فيما يخص الدروس المتعلقه في كيفيه الدراسه والتحضير والاستعداد الى الامتحان. وايضا اذكركم مره اخرى يوجد مجموعه من الكتب الخاصه في تعليم اللغات من اللغه الانجليزيه، وايضا كتاب اختبار الجنسيه الامريكيه مع سيدي، وايضا توفر دروس مختلفة داخل الأكاديمية من خلال تعلم اللغة الإنجليزية، اختبارات امتحان الجنسية الأمريكية، وأيضا تعلم اللغة العربية للأطفال. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لدعمكم المتواصل لنا. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وأيضا مشاركتها مع كل المهتمين، وحاول تفعل الجرس حتى يوصلك إشعار كل الفيديوهات المتلية على قناتنا. شكرا جزيلا، وانتظرنا فيديو جديد قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا. هل تطمح في تعلم اللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة؟ هل تطمح في اجتياز امتحان الكفاءة للحصول على الجنسية الأمريكية؟ هل تطمح أن يتعلم أطفالك اللغة العربية ومبادئ الثقافة العربية؟ يسر الأكاديمية الأمريكية العربية أن تعلن إلى أبناء الجالية العربية الكرام عن فتح باب التسجيل والانضمام إلى الأكاديمية. موقعنا الرئيسي في ولاية كاليفورنيا. أساتذتنا هم من ذوي الاختصاص في التعليم، ولديهم خبرة سنوات طويلة في مجال التعليم في الكليات والجامعات داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. تتضمن دروسنا محاضرات يومية تساهم في تحسين مستوى الكتابة والقراءة والاستماع والتحدث. فعلى الراغبين بالتسجيل أو طلب مزيد من المعلومات، زورونا على موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو الاتصال بنا عبر الهاتف 949-516-1100.